إذا لحقت بالإمام وتمكنت من إدراكه وتيقنت أنني سأتمكن من دعاء الاستفتاح ومن قراءة الفاتحة، إلا أنه سيجهر بالقراءة بعد الفاتحة، هل استفتح وأقرأ الفاتحة أم أبدأ بالفاتحة أم أنصت؟ تقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة قبل أن يشرع الإمام في القراءة من أجل أن تستمع للإمام. ولكن من الفقهاء من يقول ويستفتح ويستعين فيما يجهر فيه إمامه، كأنهم رجحوا، وهذا على مذهب من لا يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم.